الملف الإقليمي وقمة. بعدين بس اسمحي لي بس بجملة واحدة. تفضل. إذا بتريدي. هيدي نغمة الأطماع بمقدراتنا النفطية والغازية بتذكرني بالأطماع بمقدراتنا المائية. بس لقلك واقع الموضوع المائي اليوم بالعالم. إسرائيل عندها ما لا يقل عن 60 براءة اختراع في مواضيع الري وتقنيات الري. لبنان عنده نهر الليطانة يلي يفترض أنه إسرائيل طمعان فيه، حوله اللبنانيون وجزء كبير من جمهور المقاومة إلى مجرور بسبب معامل البلاط اللي بتكب الكلس تبعها بالمي، الملاحم اللي بتكب بقايا الجيف وبقايا الحيوانات في 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 المي وإلى ما هنالك. يعني هذا النهر ملوث اليوم، ملوث ومريض ويموت نهر الليطاني. من الذي لوث الليطاني ووضعه على سكة الموت؟ إسرائيل؟ نحن اللي عملناها. فإسرائيل عم تطور تقنيات الري وابتكارات المي ونحن عم نطلع منقول إنه إسرائيل بدها مياه لبنان. هلأ أوكي، هلأ الكذب الثاني إنه إسرائيل بدها نفط لبنان، ماشي الحال. بالانتقال إلى الملف الإقليمي أستاذ نديم، هل حضرتك من يعني لا تستبعد إنشاء حلف أو تحالف ناتو جديد عربي بالتحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران؟ لا ما بستبعد، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن تحدث بشكل علني عن هذا الموضوع، وهو يعني مسؤول ورئيس دولة وملك، مش عم يحكي من موقع تحليل سياسي أو انطباعات. وبالتالي هناك أمر واقع موجود، ما في شك أنه العلاقات الإسرائيلية العربية أخذت نقلة نوعية منذ الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وإسرائيل، نقلة أخرى بالكلام السعودي حول العلاقات السعودية الإسرائيلية. إذن في مناخ جديد في المنطقة. هل أحد جوانب هذا هذه التطورات هي اتفاق أو كيان جوي عربي إسرائيلي مشترك لمواجهة التهديدات من إسرائيل أو من غير إسرائيل؟ نعم هو قائم. إنما أيضا بدي أقول العلاقات العربية الإسرائيلية ليست موجهة ضد إيران. العلاقات العربية الإسرائيلية علاقات تشمل عدد كبير من القطاعات، أهم المسألة التكنولوجية، اثنين الاقتصاد والاستثمار. ما تنسي نحن عايشين بمنطقة انضربت فيها الكثير من يعني موتورات الاقتصاد وموتورات التنمية، إن كان بالعراق، إن كان بسوريا، إن كان بليبيا، إن كان يعني وكدنا نخسر مصر. ففي عدد كبير من الأسباب لهذه العلاقات، جزء منها ما في شك الهاجس الإيراني، إنما هي ليست موجهة ضد إيران. إذا بكرة إيران الصبح توعى وبتقول أنا بدي أكون جزء من هذا المناخ الجديد في الشرق الأوسط، فهذا خبر عظيم لكل الناس.